السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. البيان الختامي للقمة العربية 28 يحث على استمرار الجهود لإطلاق مفاوضات بين فلسطين وإسرائيل. الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يدعو إلى عدم تسييس احتجاج الطلاب الموريتانيين في الخارج. محكمة الاستئناف بمالي تحيل ملف المفوض السابق للشرطة الإسلامية في غاو إلى محكمة الجنايات بالعاصمة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. حث البيان الختامي للقمة العربية 28 المنظمة بالأردن على استمرار الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل، ودعا البيان إلى وقف الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى المبارك وإيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، كما عبر عن مساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. أكد البيان الختامي للقمة العربية على استمرار الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفعالة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وطالب البيان بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وطالب القادة العرب كذلك بإيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا ويحمي سيادتها واستقلالها وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها استنادا إلى مخرجات جنيف واحد وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وسجل البيان دعم العراق والحكومة العراقية في مساعيها الرامية إلى تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة. وطالب البيان بمساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن بما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في الشؤون الداخلية. وشدد القادة العرب على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز لاتفاق الصخيرات وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي. وأكد القادة على تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابة الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، فالإرهاب آفة لا بد من استئصالها حماية لشعوبنا ودفاعا عن أمننا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة، يقول القادة العرب. دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين الشيخ إلى عدم تسييس مشكل الطلاب الموريتانيين في الخارج. وأوضح الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مشكل الطلاب. الطلاب قدتم العودة طلعت على البيان اللي أصدرت وزارة التعليم العالي اللي أصدر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الاتصال، ومنين تشوفوا حيثيات البيان تقدروا ترجعوا له، فيه إعلان ما فيه طالب تأخرت منحته، يعني الطلاب اللي يستحقوا المنح أنهم ممنوحين، ربما يعود فيه بعض الطلاب ما كملوا هم أوراقهم أصلا ولذلك تأخرت منحهم، يا غير عقبوا كملوا ظاهر أن الدور تصلهم، ولذلك أنا ما أنا عالمين بعض وزارة التعليم العالي وضحت هذه الملابسات، وباب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مفتوح، ولاني عالم بي قضية معرقلة في هذا الجانب. يا غير كيف تعرفوا على كل حال نحن بعد حريصين على أن منح الطلاب تصلهم، وحريصين مولي على الطلاب يخلاوا طلاب، ما في ياسر من الناس يدخل في هذه القضايا وتسيس يدخلوها بعض الناس اللي عندهم أهداف أخرى. لكن بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واضح في المسألة.
يواصل عدد من الطلاب الموريتانيين بالجزائر اعتصامهم منذ أزيد من أسبوع احتجاجا على المنح، وقد دخل بعض المعتصمين في إضراب عن الطعام، وقد نقل أحدهم إلى المستشفى مغميا عليه. وتقول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن كافة الطلاب الذين استوفوا الشروط المطلوبة حصلوا على منحهم الدراسية. ومعنا في الاستوديو عبداتي والإمام، عضو الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. أهلا وسهلا بكم. بداية، ما آخر مستجدات وضع الطلاب المعتصمين بالجزائر والمحتجين بتونس على المنح؟ الوضع كارثي بكل المقاييس. اسمح لي في البداية أن أشكر قناة المرابطون على هذه الاستضافة على مواكبة الشأن الطلابي ومستجداته، وهذه خطوة جيدة. الوضع كما قلت كارثي بكل المقاييس، وسأوجه من خلالكم نداء إلى كل الفاعلين في المجال العام، هيئات ومنظمات وأفراد، إلى التدخل للضغط بشكل عاجل وفوري لمحاولة إنهاء هذه الجرائم التي تمارس في حق طلابنا في الخارج. الوضع هناك تجاوز كل الخطوط الحمراء. الطلاب دخلوا قبل يومين في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام من أجل صرف المنح المتأخرة، وجابهتهم الوزارة بكثير من التعنت وببيانات مستفزة. طيب، عذرا على المقاطعة، طيب ما أبرز مطالب هؤلاء الطلاب وما مستوى شرعيتها؟ أعتقد أن من ناحية الشرعية لهذه المطالب، مطالب متجاوزة، لأن المطالب واضحة وعادلة. مطالب هي صرف المنح المتأخرة وفتح لجنة المنح المتأخرة لتفتح اجتماعها المتأخر لاستقبال الملفات وصرف المنح المتأخرة. لا أعتقد أن هذه مسألة خلافية، ومحاولة إثارة الزوبعة والتهم المعلبة بالتسييس وغير ذلك وسائل غير مجدية. وأعتقد أن الطلاب في الجزائر وكذلك نحن هنا ماضون في خياراتنا التصعيدية من أجل فرض تحقيق هذه المطالب العادلة. طيب، فيما تتجسد أبرز هذه المطالب؟ هذا هو سؤالي. المطالب، مطالب طلابي في الداخل، مطالب طلابي في الخارج. في الخارج هنا سؤالي. مطالب طلابي في الخارج تتمثل أساسا بعقد اجتماع عاجل للجنة المنح المتأخر وصرف هذه المنح المتأخرة، لأن الوزارة تماطل منذ أشهر وأصدرت بيانا، ربما طلعتم عليه، بيانا كان محويا احتوى على كثير من المغالطات والتهم المعلبة للطلاب، اتهمهم خلالها في التسييس. ولا أعتقد أن مشاكل الطلاب التي يعانون منها وإلحاحها أكثر راهنية وجدوائية بالنسبة للطلاب من تبنيهم المطالب السياسية. المطالب كنا سنأتي على موضوع التسييس، لكن على ضوء ما يجري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول أن من استوفوا الشروط والمعايير المطلوبة حصلوا على منحهم. طيب، بهذا الطرح لماذا الاحتجاج إذن؟ أعتقد أن الوزارة تمتهن ومنذ سنوات عديدة هذه المقاربات التسطيحية والتخديرية للشأن الطلابي. المطالب الطلابية العادلة لا تنقص من الوزارة شيء، وهي مطالب عادلة. تفتح لجنة اجتماع لجنة المنح المتأخر وتصرف منح الطلاب الذين دخلوا في اعتصامات واحتجاجات في الجزائر وتونس والسنغال. طيب، على ضوء ما يشري أيضا، الناطق باسم الحكومة الموريتانية يدعو إلى عدم تسييس احتجاجات الطلاب بالخارج. طيب، هل تحاولون أنتم في النقابات الطلابية تسييس قضايا الطلاب؟ لا مطلقا، كما قلت مطالب الطلاب أكثر إلحاحا وأكثر راهنية من أن نأخذ بمطالب السياسية. مطالب الطلاب قوية وجاذمة وموجودة في الساحة، ولا أعتقد أن هذه التهمة التي دأبت الوزارة على أخذها لتاش علبة للطلاب من أجل ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، لا أعتقد أنها ذات جدوائية ولم تعد تنطلي على أحد. الطلاب ماضون في اعتصامهم بشكل جدي، ونحن أيضا في الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات ماضون في خطوات تصعيدية من أجل فرض هذه. إذن عبداتي والإمام، عضو اللجنة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، شكرا جزيلا لك. يواصل رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثماني اتصالاته ومشاوراته لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة، المرتقب أن تنتهي في غضون 10 أيام. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أقال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، وعين سعد الدين العثماني رئيسا جديدا لها. نتابع. يواصل رئيس الوزراء المغربي المكلف سعد الدين العثماني العمل على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومة الائتلاف المقبلة، التي يفترض أن تتشكل في مهلة 10 أيام وفق ما نقلت الصحف المغربية، وبعد 5 أيام من الاتفاق المبرم مع 5 أحزاب أخرى لتشكيل الغالبية الجديدة التي يفترض أن تنهي أزمة سياسية مستمرة منذ نحو 6 أشهر. قال العثماني الأربعاء
إن الهيكل ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية الإسلامي: لم أطلب أسماء ولا حقائب من أي حزب، وبعد هذه المرحلة سأمر في القريب العاجل نحو تشكيل الحكومة بسرعة. ووعد بأن تكون حكومة مقلصة، رغم أن وجود 6 أحزاب سيصعب الأمر حسب وصفه. وبعد أكثر من 5 أشهر على الجمود في المغرب، أدت المفاوضات في نهاية المطاف إلى اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي، وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة ليحل مكان عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تم إعفاؤه من مهمة تشكيل الحكومة. وسيضم الائتلاف الحكومي الجديد كل من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسب ما أعلن العثماني خلال مؤتمر صحفي أخير. وتقليديا لا تؤخذ التوجهات العقائدية للأحزاب في الاعتبار في المغرب عند تشكيل الحكومات أو التحالفات التي تعمل بإشراف الملك الذي يحتفظ بسلطة القرار في الخارجية والأمن والقطاعات الأساسية للاقتصاد. ويعتبر سعد الدين العثماني، وهو طبيب نفساني وباحث في الفقه الإسلامي، من مواليد منطقة سوس جنوب المملكة المغربية. ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس بيانا حول تنظيم موسم الحج 1438 للهجرة. وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد وله الداود إن البيان تطرق لمرحلتي تحضير وتنفيذ عملية الحج والإجراءات التي اتخذت الوزارة بهذا الخصوص. قدمت بيانا أمام مجلس الوزراء يتعلق بتنظيم موسم حج 1438 للهجرة 2017 الميلاد. تطرق هذا البيان للإجراءات المتبعة والتي ستتبع بإذن الله تعالى في تنظيم الموسم هذا العام، حيث تطرق لمرحلتي التحضير والتنفيذ. فبالنسبة لمرحلة التحضير تم اتخاذ الإجراءات التالية: أولا، توقيع الإطار العام بين وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي القاضي بتحديد عدد الحجاج الموريتانيين لهذا العام. وهذا الاتفاق يقع دوما ضمن اجتماع دوري يقع كل سنة بين وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية والقطاعات المسؤولة عن تنظيم الحج لدى الدول الإسلامية، وهو دوما مناسبة لتقييم وتقديم الجانب السعودي لملاحظاته على تلك البعثة، ثم أيضا توصياته لها في العام المقبل بالإجراءات التي ينبغي أن تتخذ. صدق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس على مشروع مرسوم حول مخالفات قانون سير يهدف إلى وضع إطار تنظيمي ضمن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق التي وضعتها البلاد عام 2012. وقال وزير التجهيز والنقل سيد نعالي والمحمد خونة إن مشروع المرسوم يسعى إلى تأمين السائقين والركاب وحماية الممتلكات العامة. اعتمدت الحكومة سنة 2012 استراتيجية وطنية لسلامة الطرق. ذيك الاستراتيجية من ضمنها إنشاء مجلس وطني لسلامة الطرق يرأسه الوزير الأول، ولجنة وطنية لسلامة الطرق، ونشأت لجان جهوية لسلامة الطرق. والتفعيل هذه الاستراتيجية شارفين على ذا المحور اللي هو يبدأ بتوعية مستخدمي الطرق ومعاقبة مرتكبي المخالفات. ذا هو اللي في ذا الإطار عدلنا ذا المرسوم. قواعد السير الطرقي تحدد الواجبات المترتبة على مستخدمي الطرق، وتسعى هذه القواعد في كل ظروف إلى السكينة العامة وسلامة وأمن السائقين والركاب وحماية الممتلكات الثابتة والمنقولة للمستخدمين. أطلق حزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم في موريتانيا الدورة العادية 25 لمكتبه التنفيذي في نواكشوط، وتستمر الدورة إلى غاية الاثنين القادم، حيث ينتظر أن يتم إكمال النقاط المدرجة على جدول الأعمال المصادقة عليه من طرف المشاركين في الدورة.
أحالت محكمة الاستئناف بمالي ملف أليو مهمان توري مفوض الشرطة الإسلامية السابق في مدينة غاو إلى محكمة الجنايات، ويتهم توري بارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال فترة سيطرة الجماعات المسلحة على الشمال المالي عام 2012. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في باماكو تقرر توجيه ملف المفوض السابق للشرطة الإسلامية بمدينة غاو أليو مهمان توري إلى محكمة الجنايات. ويتهم توري بارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال سيطرة الجماعات المسلحة على شمال مالي 2012-2013، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحاكم فيها منتسبا لجماعة جهادية في مالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين. ويتابع عضو حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أليو توري بتهم من بينها المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة والتعذيب والإصابات المتعمدة، وقد استمع في ملفه لعشرات الضحايا من المدنيين. وسيسمح ملف أليو مهمان توري للطرف المدني بالإدلاء بشهادته عن المعاناة والجرائم التي تعرض لها المدنيون كي تأخذ بها العدالة قبل إصدار حكمها النهائي على المتهم. وبالإضافة إلى تهم المساس بالأمن، فإن أليو توجه له تهم أخرى تتعلق بالعنف الجنسي والجسدي وبتر أطراف عدد من الضحايا. وقد دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن تؤخذ في الاعتبار طبيعة التهم الموجهة لأليو وأن يحاكم بطريقة عادلة تضمن للضحايا الحصول على حقوقهم. وكان شمال مالي قد عرف خلال عام 2012 سيطرة جماعات مسلحة على أجزاء واسعة منه، ما تطلب تدخلا خارجيا لاستعادة البلاد سيطرتها على أراضيها. ورغم التحقيق الجزئي لذلك، إلا أن الجماعات المسلحة لا يزال لها حضور قوي نسبيا بشمال البلاد، وتثير القلق على حاضر ومستقبل الوضع الأمني في مالي. اختتمت هيئة بمبية الخيرية في نواكشوط أياما صحية أجرت خلالها حوالي 2000 فحص لمرضى مصابين بالصمم. وقالت الهيئة إنها ستزود المصابين بهذا الداء بأجهزة سمع في وقت لاحق، واستعرضت أبرز ما قامت به خلال الفترة الماضية. سعداء في هيئة بمبية الخيرية بإكمال هذه الأيام الصحية التي تمكنا بفضل الله خلالها من فحص وتقييم قرابة 2000 مريض مصابين بالصمم، مرض الصمم. وهذه المرحلة هي المرحلة الأولى اللي يخلق فيها تشخيص المرضى وأخذ قياساتهم السمعية وأخذ بصمتهم السمعية، وذلك من أجل توفير لاحقا إن شاء الله في فترة قصيرة تزويدهم بأجهزة سمع. للإشارة قد قمنا بها نفس العملية 2015 بالتشارك مع هيئة ستاركي هيرينج فونديشن من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا ذاك تمكنا بفضل الله من توزيع 1000 جهاز على مستحقين موريتانيين. وهذه المرحلة إن شاء الله ستكتمل بعد شهرين إن شاء الله مع توزيع هذه الأجهزة، وراجين إن شاء الله للناس كاملة أنها تستفاد. الأجواء كانت الحمد لله أجواء مميزة. نظمت جمعية الصحة لترقية الأشخاص المعاقين خلال حملة تحسيس للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس. شارك فيها ممثلون عن عدد من جمعيات المعاقين في نواكشوط. ودعا عمدة مقاطعة تجنين الأشخاص المصابين بالأمراض المتنقلة عن طريق الجنس إلى تخطي الحاجز الاجتماعي والإقبال على العلاج والسعي إلى المشاركة النشطة داخل المجتمع. نتابع. جمعية ترقية صحة الأشخاص المعاقين تنظم بنواكشوط حملة تحسيسية حول الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس بمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وهيئات ناشطة في مجال مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى الحملة التحسيسية لإبراز خطورة الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس وانعكاساتها السلبية على الأشخاص عموما وذوي الإعاقة، وهي انعكاسات يقول رئيس الجمعية لا تشمل الفرد والمجتمع وتشكل عائقا حقيقيا في وجههما فضلا عن أخطارها على الصحة العمومية. والإعاقة حيث تشل حركة الفرد وترهق المجتمع ماديا ومعنويا، وفي هذا الإطار
واعتبر المتدخلون أن الإعاقة تجاوزت ذلك المفهوم القديم لها إلى مفهوم جديد يدعو للتفاؤل بغد أفضل وتجاوز العقليات القديمة، وبذل الاعتماد على الآخر وبلوج الحياة النشطة التي تحتم على الأشخاص المعاقين العمل والإرادة الجادتين لتجاوز المرحلة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. والله يقعد في المكان ويعود عالة للآخرين ويقول أنا معاق زحاف، والله أنا أطرش، والله أنا بكم، والله أنا ما نبكم. أنا ما أتلفم أي مبرر لأي إنسان على أنه يقعد ويقول أنه معاق ذي عاقة هي وأنه ما تقدر ينتج. الحملة التحسيسية شملت توزيع مبالغ مالية على عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شكلت مناسبة للانطلاقة الفعلية لمركز للتحاليل الطبية خاص بالجمعية بولاية نواكشوط الشمالية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث قمعت قوات الاحتلال الصهيونية مسيرات نظمت بفلسطين تخليدا لذكرى يوم الأرض، وقد أطلقت قوات الاحتلال على مشاركين في بعض المسيرات الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم إصابات متفاوتة الخطورة. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. شارك أكثر من 10,000 مواطن في مسيرة يوم الأرض الرئيسة التي انطلقت من مدينة سخنين مرورا بمدينة عرابة وصولا إلى دير حنة. مثلث يوم الأرض الذي انطلقت منه شرارة يوم الأرض في مثل هذا اليوم من عام 76900. انطلقت المسيرة من مقبرة سخنين، حيث يرقد شهداء يوم الأرض بمشاركة قيادات سياسية وثقافية ورموز وطنية. من جهة أخرى، أصيب العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني لفعاليات إحياء يوم الأرض. كما واجهت قوات الاحتلال وقمعت المسيرات والفعاليات التي نظمها الفلسطينيون في مدينتي بيت لحم ونابلس لإحياء ذكرى 41 ليوم الأرض الفلسطيني. المركز الفلسطيني للإعلام أفاد أن المسيرة التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية في بيت لحم خرجت من أمام النادي الأرثوذكسي في بيت جالا ووصلت إلى منطقة كريمزان، والتي أقام الاحتلال فيها سياجا فاصلا صادر من خلاله آلاف الدنومات في المنطقة. وشارك في المسيرة العشرات من الناشطين والمواطنين وطلبة المدارس الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وأطلقوا الهتافات الممجدة لأرض فلسطين والمنددة بالاحتلال. وفور وصول المسيرة إلى منطقة الجدار، داهمت قوات الاحتلال المكان وأطلقت وابلا من القنابل الغازية تجاه المشاركين لتفريقهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق. وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، قمعت قوات الاحتلال المسيرة التي خرجت في بلدة مادما جنوبي مدينة نابلس، وتصدت قوات الاحتلال التي تواجدت بكثافة في المكان للمسيرة وأطلقت باتجاهها قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية بكثافة، ما أدى لوقوع إصابة بالرصاص الحي وعشرات الإصابات بالأعيرة المعدنية المغلفة بغطاء مطاطي وحالات اختناق نتيجة الغاز. اختتمت جمعية الفتاة للتوعية والتربية مخيمها 19 المنظم في نواكشوط، وقد تضمن جدول أعمال المخيم على مدى 4 أيام نشاطات متنوعة شملت مجالات ثقافية وتربوية وأدبية مختلفة. لكل شيء إلى ما تم نهاية، وقد تمت بحمد الله فعاليات مخيمنا واكتملت مسطرته الممتدة طيلة الأيام الأربعة الثالثة الزاخرة بالبرامج الثقافية والإبداعية المنوعة التي لبت بحمد الله حاجة المخيمات وأسهمت في تطوير مهاراتهن وإتاحت الفرصة لهن لاستعراض مواهبهن وتنميتها وصقلها وتطويرها، فخرجت على شكل مشاركات متميزة وعديدة فيها من الأدب والفن والإبداع ألوان وفنون شتى تعبر عن درجة تميزهن وإبداعهن. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها البيان الختامي للقمة العربية 28، يحث على استمرار الجهود لإطلاق مفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.
الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يدعو إلى عدم تسييس احتجاج الطلاب الموريتانيين في الخارج. محكمة الاستئناف بمالي تحيل ملف المفوض السابق للشرطة الإسلامية فيغاو إلى محكمة الجنايات بالعاصمة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.